رحلتنا في الرفماق لوج على خبر هكا نبدأ شوية الأجواء. لقيت أكثر من 7000 صاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة في السجن، دونك ما يصلحش. بطالة، ارتفاع نسبة البطالة، 5 سنوات سجن ما يصلحش. نحكي على مانشستر سيتي والمقابلة والريال، المان سيتي والريال والمقابلة الرائعة اللي شفناها البارح. محليهم ومحلى الوانهم ومحلى لعبهم ومحلى لعبهم ومحلى جمهورهم ومشب الوقفه نتاعهم ومشب الانترينيرات واللبسه نتاع انشيلوتي وبتاع غوارديولا كانهم في سيريموني نتاع روميز نتاع الاوسكار ولا حاجه هكا. حاجه اكسبسيونيل كرويا. نتساءل، نبدا معاك سي ناصر البدوي، يا اخي علاش ما تعرفوش ترني ولادكم يطلعوا يلعبوا لانديزيام تاع ذاك؟ علاه تضرب البطره في البسير؟ البطره بالغوارديولا غوارديولا ذكر الناصر بطره للمسؤول نتاع مانشستر سيتي اللي هو الايكيفالون نتاعو الناصر وقتها. هز عصا في بنزرت وتحبوا نحن نتفرجوا في الكوره نتاعكم؟ علاش سي رفيق على خاطر ماشي ماشي تشري في جو تاو غوارديولا يمشي يشري جوار يبعث ديريكتور تكنيك يقعد مع ديريكتور سبورتيف نتاع الميلان يجيبوا مثلا فرق ملاعبي من الميلان. انت ماشي الانغولا وعطي رشوه الصحافي الكامرون قال له ادخل كومكواب تعمل له انترفيو ومد له الكونترا صحح له. هذا امام لابيدي ولا شو اسمه؟ ها الامام ابيدي. الامام ابيدي يا اخي تحفك ربي ما لعبش. بدي علاش كورتكم هكا؟ علاش كورتنا؟ على خاطر زاد نهار اللي انا شديت العصا ما لقيتش بيبليك يهبط عليا، صادم عليا في التيرا نلقى 4000 5000 في الكازو كسروا الكاميرا وكسروا الستاد. سلم روحك كنت شهيد الكرة. اي والله المفروض هو واحد يجيك ايش رفيقي ايش اقول لك؟ العالم عالم اخر والكوره كوره اخرى وعبيد اخرين وعقليه اخرى مونتاليتي اخرى. يا ودي يلزمك تفهم الناس اللي تمشي للستاد النساء والرجال ماكيي وبارفان وسكاما واش عليها ماشيه للسينما ماشيه للمهرجان ماشيه الحفله مش ماشي تفرج في ماتش كوره اللي باش نضربوا فيه ونتسابوا فيه. البارح للواحد اللي عاملينه الامنيين لابسين كلهم بالاحمر حاجه ككولور ولا استادي ولا بينهم وما بين الجمهور امتر مترو هما عاتين بظهر وقاعدين يتفرجوا والجمهور بونتو على البار بينالتي الرياكسيون ما تفوتش كل 20 سنتي هذاك او لهبوط لتلو ولا حتى شي حاجه اكسبسيونيل. الحرف الكامب نو انا هذاك اللي بهتني يا بابا على الكومب. مشيت حرف ميم با مترو راهو بين معناها بين الببليك والتيرا بعيد عن الرياضه. ميم با مترو انت وشكون مشيت؟ مشيت انا وزوجي انا ذاك انا ذاك انا ذاك انا ذاك فما البارح شفنا بابا تفضل فما ليلي فما زاد حاجتين راهو البارح مثلا غوارديولا وقت اللي عيط على دي بروين يقول له سايب الكوره سايب الكوره تلفت له دي بروين قال له اسكت. معناها ريت ريت الديمقراطيه ريت حريه التعبير والفازه الاخرى نتاع سيسمو يحب يتسبب يرجع يحكي جونيور فينيس فينيس جونيور مشى للانشيلوتي وقام ريتو النقاش اللي دار هو ياه وقالوا الكره ماهيش قاعده توصل لي قالوا شبيك مسكر اللعب. معناها ريت الشعوب ريت كل شيء مربوط ببعض. لا وحاجه اخرى بربي راهو فما عركه كبيره موجوده البارحه ترى ما نعرفش كي لعبت تعرفها ولا بين كورتوا ودي بروين. اي ما حكيت لمرته معناتها قصه نتاع رفيق بربي تصور البارود لاعبي ويجيك في البي هكا دومي فينال ويقول لك اللعبه مسكره ويسعى عليك شنجم تعمل رياكسيون بارودي نفس البتره اللي هزها الناس الانترنور تصور تبدا عندي خطه وقتها والبارود يقول لك شبيك خنقني سايب لي الكور 7 مليارات يتفرجوا فيا والبارود يحب يتفلسف لي في التيران البارود كان جاي جوار رغم انه وتقول له ارجع تيح دياغونال تيح اكسيال بارود يمشي مين يمشي يسار ديما عنده فلسفته. نقيب كي تشوفهم هما بركه تحسهم حضاره اخرى حتى كان ما تتبعش الكوره تحس عالم اخر كوكب اخر دنيا اخرى. لي على بالك خرجتولي من الموضوع هذاك جبتوني في الموضوع هذايا اللي هو فيه ياسر فريد وانا باش نرد بالي مرجيه في اي كلمه باش نقولها. كيفاش قلت لي رفيق تحس عالم اخر بالحق بالحق نحس انا حاسس عالم اخر وي عالم اخر هو ملعبين تعيش عادي على غاديك كرة أخرى هواء آخر تتنفس تنفس آخر لما الطيارة دوب ما تهبط فهمتني بجوانحها دوب ما يتحلك الباب ديجا أنت تعمل أكل أوف هذيك عرفت تقول اللي تحب تعمل اللي تحب تمشي وين تحب إيش تحب آخر أكثر من هكا. إحنا هنا قاعدين توا نبنيو في حريتنا بكيفية حلوة ياسر
صلي على النبي صلي على النبي ما احلى كورتهم علاش ما نعرفوش هكاك بربي في ترونسيون والله اللي يودي ما تنجمش تفهم ما عندكش دي بروين ما عندكش هالاند ما عندكش مودريتش ما عندكش بنزيما هذا نفهم اما انه ابي سي دي ابي سي نتاع الكوره ما نجموش نعملوها خمسه باسيت ودو دي كنترول صحاح هذيك راهم يخرجوا من الليني نتاع 18 نتاعهم كوره صحيحه تروا تلقى ساعات الريال طالعه بثمانيه تبريسي وما فما حد يديجاجي كوره راهو الجارديان يدخل فك ال فك ال حتى تطلع كرة صحيحة رفيق راي الكرة في أربع جمل باس وكنترول وماركاج ودي ماركاج الباس والكنترول هما الكنترول يربحك سنجا ايش ترينيو فيهم انتوما في تونس هذيك هذيك عايلو كيفاش دز الحكم واعرف مرت الحكم اول حاجه سي رفيق ما هذا اتهام باطل راه نجم نشكي بيك عليه على خاطر انا ما رانيتش ما هبش للتيران ما لبستش ريت المناخ اللي عايشين فيه كان ميكرونيكوري يقول لك نشكي بيك نجم نشكي بيك على خاطر تو اتهام بالباطل تتسمى اتهام بالباطل ما هبش نسحب والله هذا قال يرد بالك نسحبك اللي ما تفرجش البارح ننصح يمشي يتفرج في الروتين سيتي ان سبيكتاكل نتاع الكوره الناس حتى مغرومه شويه كوره تتفرج وانت شيخ تحب الريال تحب السيتي تحب ميلان تحب اي كيب ان سبيكتاكل دو فوت ان سبيكتاكل نتاع سبور محليه ومحلى الكوره نتاعهم احنا بطولتنا تهديدات بالقتل رئيس جامعه كره السله كره السله اللي هي اللي هي سبور اللي ما فيه لا احنا فوتنا كل الحدود حتى التنس شو اللي فيه عنف حاجات معناها سابقه في في العالم هذا كله الرمي هو بطبيعته في عنف بطبيعته في عنف من الرياضات العنيفه الرمي معناها اسمه مصر في زيتونه الاخبار وانا اعود بعد لحظات وقت اللي تحب تنجح تصنع العجب تمن بحلمتك وتكمل فيها على خاطر اللي وصلوا هما ناس تعديوا الصعوبات وكانوا قد التحديات وصلوا نجحوا وولوا قدوة انت زادة تنجم تكون كيفهم غدوة أعطي لحلمتك القيمة وابدأ من اليوم وتفكر إلي العزيمة كان هي اللي تدوم ابدأ كبير تعلم من تجارب الغير وأكيد غدوة خير كالعادة نبدأ نهارنا بالأرقام الإيجابية واليوم نحكيه على صابة القمح في قفصة اللي قاعدة تشهد في تطور كبير في الموسم الحالي مقارنة بالموسم اللي تعدى ومن المنتظر أن صابة القمح توصل إلى 90 ألف قنطار معناها بمعدل إنتاج 45 قنطار للهكتار الواحد وللمعلومة صابة القمح في قفصة عم ناول وصلت إلى 60 ألف قنطار من المساحات المروية ري كامل وموعد انطلاق موسم الحصاد في قفصة بش يكون نهار 5 جوان 2023 وإن شاء الله يتعدى في ظروف طيبة والموسم الفلاحي الكل يعيش انتعاشة كبيرة والأرقام الإيجابية تتواصل في بلادنا بش تونس تكون غدوة خير كنتوا تسمعوا في غدوة خير مع مصرف الزيتونة مصرف الزيتونة قيم تجمعنا بالقليل من الموجات الإيجابية نختموا ساعتنا الأولى مع مصرف الزيتونة وغدوة خير الأخبار ونرجع لكم رفماك للتسعة ونص لا تغادروا المحطة رجعنا تسمعوا الرفماك من اثنين للجمعة